اول قيمه للشغب هي قيمه رمزيه، لانه الشغب كمان جزء اساسي منه انه فقر، فقر لمشروع راكم قشره حضاره وثروات بوسط بمنطقه كثير صغيره جغرافيا على حساب اشباح بالمجتمع، بس بتبين اذا بدها تشتغل بكافيه او بمطعم، اما ما تبقى هن منهم جزء من هذا الاقتصاد. فاذا في عمل رمزي ثأري بانه انت تكسر هيدا الازاز اللي قيمته اكبر من ضيع ومدن بباقي البلد. فهيدا شيء اساسي بالسياسي وتاريخي بغض النظر اذا نحن عاجبنا ولا مش عاجبنا. النقطه الثانيه هي انه هذا الوسط ما بنى على صحراء، هيدا ما بدي بس اختصر الشغب ببيروت بس كمان عامه، يعني الشغب وين بيصير؟ بيصير بالمناطق اللي فيها تراكم مادي او محلات مرتبه يعني. فاذا هذه المحلات وخصوصي وسط بيروت سوليدير ما بنت على صحراء، هي بنت على انقاض محلات وتجارب تجاريه عضويه بهذا المجتمع. فكمان هون رمزيه اساسيه اذا بدنا نبني اقتصاد على ركام، بس قول ركام، ركام بالمعنى المجازي والمادي تبع هذا الاقتصاد اللي انهار. واخر شيء بهذا الموضوع هي فكره المشاغبين، انه مش هو هن المشاغبين، المشاغبين لابسين تقومه ولكن شرعنوا عملية سطو على وسط بيروت وتشكيل اقتصاد وهمي، برجع بقول وهمي، وكان مصيره الفشل، راكم بعض الأرباح لبعض العيال اشترت فيها بيوت لأولادها بأوروبا على حساب نمو حقيقي بقلب المجتمع بقلب الاقتصاد. فبمفهوم الثورة تبعنا، الثورة هي عمل سياسي. فإذا كان التظاهر شكل سلمي أو مش سلمي، إذا كان هذا التظاهر منه مسيس فإذا ما له قيمة بالثورة. ليش؟ لأنه في أحزاب ومجموعات سياسية قادرة تسيسه وتقطفوا وتستثمروا بموقع التفاوض بالسياسه. ما حدا، ما في حزب بده وبيشتغل بيفهم السياسه انه هي مسؤوليه بده يشوف شغله وتكسير، ما حدا بده هذا الشيء. فللناس اللي عم تقول انه يا ريت في حدا ضد العنف ضد الشغب، عامه اكيد نحن بنفضل ما يصير شيء، بس نحن عم نجرب نحطه بسياقه، مش عم نقول لحتى ما نطلع انه نحن عم ننظر على مجتمع عم بيشوف عنف مبطن مثل ما وصفه سمير. فما فينا يعني ما فينا نقول هيك ناخذ قرار اخلاقي بدون ما نفهم سياقنا ومجتمعنا ورا. فهيدي الاحزاب اللي هي عندها خبره 30 40 سنه بالتشبيح وبالحرب وبالقتل، مزبوط في علامه استفهام كثير كبيره ما بدنا نبسطها، يعني انه هن عندهم قدره يركبوا خصوصا بهيك جو امني، يحولوا كل المعارضه تبعنا السياسيه لحاله امنيه بسهوله يعني وبيركبوا. عشان هيك نحن عم نقول نحن ما لنا موضوع انه نحن مع العنف ويلا، لا نحن عم نقول بالعكس لازم ننتبه ونفهم انه مجتمعنا خايف، لان مش بس لانه من الحرب وتاريخ الحرب، لانه صار لهم من وقت ما خلصت هاي الحرب عم ينخروا براسهم انه تعيشنا المشترك هو مفهوم دفاعي، كل واحد ينتبه على حاله كل شوي من غيره يقوس عليه. فاذا نحن بعدنا بحاله دفاعيه كل الوقت، فالمجتمع كل ما يحس في حاله امنيه بيجوا هول الشباب بيستثمروها. فعشان هيك النقطه باختصار انه نحن عنا مسؤولية، مش لحالنا، عنا مسؤولية كل المجموعات بالمعارضة إنه نعجل من قيام جبهة وحدة موحدة بالمعارضة تتحمل مسؤولية العمل السياسي لتغير وتستلم السلطة. مزبوط هذا النقاش رفاهية، في أفراد مشاركة بهذا النقاش عندها رفاهية تعمل هذا النقاش، فإذا هاي الأفراد لازم تحس بالمسؤولية إنه تتنظم وتشتغل وتحمل مسؤولية، لأنه العمل السياسي قبل ما يكون تضامن هو مسؤولية مجتمع عم نجرب نحن نشتغل لنتفادى الانفجار، لنتفادى العنف، لنتفادى الشغب اللي بعد ما شفنا غير سامبل كتير صغير منه قدام شو اللي بيصير لما المجتمع فعلا بينهار.